مشروعنا الوطني حياة كريمة نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية، مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد. وأنني أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب.